السلام عليكم من متحف كفر الشيخ. وقبل ما تسأل هم ليه عاملين متحف في كفر الشيخ، خليني أقول لك كم معلومة سريعة. كفر الشيخ كان فيها مدينة بوتو أو تل الفرعين، اللي تعتبر من أهم عواصم مصر وساهمت بشكل كبير في تاريخ الحضارة المصرية القديمة. كمان كان فيها مدينة سخا اللي استضافت رحلة العائلة المقدسة أثناء وجودها في مصر. ده غير بقى مدينة فوه اللي بتصنف المدينة الرابعة على مستوى العالم من حيث عدد الآثار الإسلامية، فبتضم لوحدها 365 مسجد وقبة ومزار أثري. التاريخ الطويل ده يا صديقي مع تنوع الآثار المكتشفة باختلاف عصورها كان لازم يتعرض في المكان المناسب، علشان كده تم افتتاح متحف كفر الشيخ سنة 2020 علشان يتعرض فيه آثارها من الحضارة المصرية واليونانية والمسيحية حتى الحضارة الإسلامية. وحقيقي المتحف رغم صغر حجمه وحداثته إلا إنه من المتاحف المميزة والممتعة في الآثار وطريقة العرض. وبس يا سيدي، دي كانت زيارة النهاردة، كان معاك أنور أفندي وأشوفك الزيارة الجاية.